السلام عليكم. اليوم حبينا نوقفوا على المشروع نتاع ربط ميناء بالطيوة ببلدية أرزيو بالخط الشمالي لسكك الحديدية على مستوى خط سيدي مفسوخ، إذا باتجاه مستغانم وهران ومستغانم، يعني الخط الشمالي هذا إذا فيه ما يسمى بروتيل اللي سوف تربط ميناء بالطيوة، واللي يعتبر الميناء نتاع مش خاص بالمحروقات، هو ميناء سوف يكون فيه ميناء للبضائع. إذا ونخليكم تتابعوا الأشغال في هذه الصور على هذا الخط نتاع السكك الحديدية نتاع 7 كيلومترات اللي راه قيد الأشغال. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني هذا المشروع اللي تفضلت بهم وهو توسعة يعني طريق أو سكة الحديد عبر المنطقة الصناعية بالطيوة وربطها كذلك بميناء وهران. هذا المشروع هذا يعد مشروع وطني، مشروع جد استراتيجي لحماية اقتصادية للوطن، وعليه يعني رأينا أن نقوم بزيارة إلى هذه الورشة بعد أن كانت في سلسلة من الاجتماعات. الاجتماعات هذه كانت في كل مرة نتطرق إلى حلحلة المشاكل والصعوبات اللي كان يعني تعرض لها الورشة هذه، مثل المشاكل التقنية مع سون الغاز، تحويل يعني الخطوط نتاع الكهرباء وتحويل كذلك خطوط الغاز، في كذلك يعني بعض الآراء التقنية للأشغال العمومية في يخص يعني بعض التجهيزات، وكذلك يعني بالنسبة إلى كذلك تحرير خط السير تاع السكة الحديد أو تحرير العقار. يعني ارتئينا ان نقوم بخرجه ميدانيه بعد حل كل هذه المشاكل هذه للوقوف على مدى تقدم الاشغال. وبالفعل يعني نحن جد راضون على هذه الورشه يعني وكيفيه تسيرها، فاكثر من 45% يعني نسبه تقدم الاشغال، ونظن بلي باش يعني الشركات ثلاث شركات يعني او مجموعه من الشركات هي مكلفه بانجاز هذا الخط، هذا كلهم يعني واعيين بالمسؤوليه وكلهم يعني عارفين بلي باش هذه الورشة هذه يجب أن ننتهي منها في أقرب الأجل. فنظن بلي باش يعني قبل نهاية السنة سننتهي من هذا المشروع هذا، وسيبقى حيث الخدمة، واللي رايح ينقص يعني مثلا أعباء كبيرة على يعني الصناعيين، خاصة في المنطقة الصناعية نتاع الطيوة، ويعني كل النقل نتاع البضائع نتاع الحاجات نتاعهم عن طريق القطار سواء من ناحية وهران أو حتى يعني الولايات الأخرى من الوطن، وكذلك إلى غاية يعني الميناء تاع أرزيو. فنقول بلي باش هذا المشروع هذا يعني مشروع جد متقدم، ونظن بلي باش يمشي بالوتيرة التي نحن نريدها، وسننتهي منه إن شاء الله في القريب العاجل، والكل يعمل يعلم أنه هذا الخط هذا هو يدخل في إطار كذلك يعني المشروع الكبير الذي تقوم الدولة الجزائرية وتعكف على إنجازه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة خاصة كذلك من السيد وزير الكوي وأعضاء الحكومة. وهو مشروع يعني غار البلاد، مشروع استخراج الحديد من المنجم تاع غار البلاد، والكل يعلم يعني بلي باش عندنا يعني مصنع كبير وكبير جدا هو مصنع تونسيالي على مستوى ولاية وهران، واللي بدون شك انه راح يكون عنده دور كبير كذلك في تحويل هذه الماده الاوليه وكذلك استغلالها في الانتاج الحديد على مستوى ولايه وهران.